من أنواع المفطرات الأكل والشرب. قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فدل على أن الأكل والشرب ممنوع منه الصائم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ما هو ضابط الأكل والشرب؟ وكيف يكون الإنسان مفسدا لصومه بالأكل والشرب؟ الأكل والشرب هو إيصال المأكول أو المشروب إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف، أيا كان نوع المأكول أو المشروب، أي شيء مأكول أو مشروب ضار أو نافع، محرم أو غير محرم، يوصله إلى الجوف عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، فيكون بذلك أفسد صومه.